السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. كل جديد وكل أكيد عندنا في قناتكم، كل يوم يجيب لكم حاجة جديدة وكل حاجة أكيد. النهاردة التعليم العالي بيعلن اختبار القدرات، وكليات تشترط اختبار القدرات، منهم كلية ما كانش فيها اختبار قدرات، كلية الإعلام. كلية الإعلام دخلت ضمن الكليات اللي اختبار القدرات يا جماعة. أول حاجة وزارة التعليم العالي بدءا من الايام القادمه دي ان شاء الله هيبقى تقريبا يوم السبت هيبتدي اختبار قدرات، بدء تنظيم اختبارات القدرات وطلاب الثانويه العامه الراغبين في دخول بعض الكليات بتشترط قدرات قبل التنسيق، تمام؟ اللي هو السبت المقبل ان شاء الله. اوضحت الوزاره في بيان ليها النهارده الكليات التي يشترط القبول بها باجتياز اختبارات القدرات، وهي ركز واعرف ايه هي الكليات دي. طب الكليات دي مين؟ اول كليه كليه التربيه الرياضيه، كلية التربية الرياضية، تمام، يبقى ده اختبار قدرات واحنا عارفين الكلام ده من زمان. شعبة التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية نوعية، الاثنين دول محتاجين قدرات. وشعبة المسرح التربوية كلية التربية نوعية جامعة المنصورة وفرعيها مدغمر ومدينة النصر، تمام. رقم ثلاثة كلية الفنون الجميلة فنون وعمار. رقم أربعة كلية الفنون التطبيقية اللي هي جامعة حلوان دمياط بني سويف بنها. ركز تاني، كلية الفنون التطبيقية بجامعات كلا من دمياط وبنها وبني سويف وحلوان. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان برضو قدرات. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان قدرات. كلية التربية الفنية جامعة المنيا نفس الكلام قدرات. شعبة التربية الفنية بكلتي الكلية مين؟ التربية الإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة قناة السويس جامعة السويس. خلي بالك وركز في دي، حاجات مش هتقدر تدخلها الا باختبار قدرات يا جماعه. كليه التربيه بالاسماعيليه شعبه التربيه الموسيقيه جامعه قناه السويس. كليه الاعلام، ودي من ضمن الغريب والعجيب السنه دي ان كليه الاعلام تدخل اختبار قدرات. والوزاره انها استحدثت لاول مره هذه الخدمه لاول مره في عام 2017. يبقى استحدثت الكلام ده امتى؟ لاول مره في 2017، ولقد تجربه ناجحه كبيره جدا لهذه القرارات الوزاريه في تقديم هذه الخدمه وتسجيل مواعيد الاختبارات كلها عن طريق اللينك اللي هسيبه لكم اسفل الفيديو ان شاء الله، عن طريق خدمه التنسيق الالكتروني على شبكه الانترنت عبر الرابط اللي احنا هنقوله تحت الفيديو ان شاء الله، يبقى موجود في الوصف. يا رب كل الخير دايما لاولادنا وطلاب الثانويه العامه، ودخلوا احلى الكليات اللي انتم عاوزينها ان شاء الله. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس. انشر الفيديو عشان تعم الفائده، انشره خلي غيرك يستفاد، غيرك ممكن ما يعرفش الكلام ده. يوم السبت المقبل اشترك في القناه هتوصلك كل جديد، لو مش مشترك اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.